رايح فين بالشوال بتاع الفول ده؟ على الخرابة، ده فول سوس وهيترمي. فول ايه اللي سوس يا ابني؟ انت فاكر اللي بيمشي في الفول ده سوس؟ لا يا ابني لا يا اهبل، ده فول بس طلع له رجلين، ده نوع جديد من حبات الفول. ايه ده؟ يعني ده من السوس؟ لا طبعا من السوس، انت مش بتسمع على همبرجر بالصوص؟ ده اسمه فول بالصوص، ده هو من السوس يعني. ايوه يا استاذ دولا، انا حاولت افهمه كده ما رضيش يفهم. ماشي يا عم الفاهم، ماشي. خد يلا يا اهبل، رايح فين؟ يا استاذ دولا، هرجع شوالي الفول ابو رجلين ده المخزن عشان نسويه للزباين ويبقى فول بالسوس. فول بالسوس؟ انت اي حاجه بقولك اقعد صدقها، عايز تسمم الزباين روح ارمي الفول ده، روح ارميه. هوا هوا. وبعدين في المطعم بقى اللي الفول بيسوس والاكل بيبوظ، هنعمل ايه؟ مفيش زباين بتدخل. يا استاذ دولا ما تشغل دماغك كده، اتقفل في وشك باب، دور على غيره. باب ايه يا ابني وشباك ايه؟ انت شايفني نجار، مفيش اي حاجه غيره شغاله، السوق كله نايم. لا يا استاذ دولا، في فرع شغال ومولع الطريق. فرع ايه؟ فرع نور؟ لا، فرع التكاتك، ده شغال نار يا استاذ دولا، ده داير زي النحله في شوارع مصر. الايراب بيقف عليهم في اليوم حوالي 150 جنيه. 150 جنيه؟ معقوله التوك توك اللي شبه الخنفسه ده بيعمل ايراد 150 جنيه في اليوم؟ ايوه يا استاذ دولا، ولو عايز تشغل لك توك توك او اتنين انا تحت امر. تحت امر ازاي؟ التوك توك ده يعني يعمل له كام يلا؟ لا ما تقلقش، مش هنجيبه كاش، احنا هنجيبه قسط، وهو هيسدد القسط الشهري بنفسه، وكمان هتحط الباقي في جيبك. والقسط بتاعه كام؟ حوالي 1000 جنيه، والمقدمه 5000 جنيه، يعني هيقف عليك التوك توك كده بالقسط حوالي يعني من 20 ل 22 الف جنيه. 1000 جنيه في الشهر، يعني 12000 في السنة و5000 جنيه مقدم، يعني ممكن يجيب ثمنه مثلا بعد سنة ونص وبتاع 7 اشهر، مش كده؟ بالظبط يا استاذ دولا، بس في مشكلة بسيطة قوي كده يعني يا استاذ دولا. مشكلة ايه؟ انت محتاج لك ضامن عشان تشتري التوك توك وتسدد الاقساط، محتاج لك ضامن. والضامن يبقى الواد هيما. تضمن يالا هيما؟ ايوه اضمنك يا استاذ دولا. ده انا اضمنك برقبتي يا استاذ دولا، ومش بس اضمنك، ده انا اضمنك برقبتي، اضمنك برقبتي. بس ما دام هتضمني يبقى ده حلو قوي يالا. ماشي، هتيجي معايا عند المعرض بتاع التكاتك، تضمني وتمضي على الورق وتمضي على شيك على بياض. ايه؟ شيك على بياض. يا توك توك ترا تر تر ترا، نفسي اجيب له مطور ترا تر تر. يا توك توك ترا تر تر ترا، نفسي اقلبه حنطور ترا تر. يا توك توك ترا تر تر ترا، وعندك احلى 3 عناب ترا تر، للوسط عادل امبراطور التكاتك ترا تر تر ترا. اشرب يا باشا، الف مبروك يا استاذ عادل على التوك توك. ما تسيحش جامد يالا عشان بس العين، واخد بالك؟ العين دي فلقت الحجر، ممكن الاقي التوك توك ده بقى نصين، ولا اتمسك في اي لجنه ولا حاجه، ده انا لسه ما خويتهوش. يا باشا بكره البليه تلعب وتملى علينا الموقف تكاتك كده 3 4 تكاتك، وتسمي واحد فيهم سعداوي. سعداوي ايه يا ابني؟ انا غلطان ان انا قلت لك على حكايه التوك توك دي؟ غلطان ازاي يا استاذ عادل؟ ده انا اكتر واحد هينفعك يا باشا، انا هركب التوك توك ده رايح جاي في اي مشوار هروحه، وهاخد الكنبه الورانيه لوحدي. لا ما دام هتاخد الكنبه الورانيه لوحدك يبقى ده مشوار خصوصي، يبقى كف مريم يا معلم. وبقشيش كمان وحياتك يا استاذ عادل، بس اهم حاجه يا باشا تزيط لنا التوك توك كده، وتحط لنا فيه شويه دباديب وشويه حركات وكلاب من اللي بتقعد تعمل كده. لا بالنسبه بقى للدباديب دي سهله جدا، بالنسبه للكلب اللي بيعمل كده تبقى انت تيجي تقعد. ماشي ماشي اوكي. ماشي عم، اهم حاجه بقى ان انا فعلا التوك توك ده انا مركز فيه جامد جدا، هخليه احسن توك توك في الموقف كله، عارف؟ هعمل له مروحه سقف يالا، بحيث اي حد قاعد تقول مروحه. حلاوتك يا ابو التكاتك. ايوه جاي. انت ايه بس اللي خلاك تضمن استاذ دولا ياد وتدبس نفسك؟ يا عم ده اول طلب اطلبه مني، ما كنتش عايز اكسفه. طب افرض بقى ما دفعتش شهر ولا اتنين، انت كده بقى اللي هتروح في الكلابوش. يا عم ايه كلابوش؟ طب وانا اجيب منين 1000 ولا 2000 جنيه؟ هنعمل لك ايه؟ انت اللي دبست نفسك. ايه يلا في انت وهو في ايه؟ فين يا ابني الناس اللي انت قلت لي جايين عشان يسوقوا التوك توك؟ فين؟ لا ما تقلقش يا استاذ زولا، ده زمانهم جايين، يمكن كده 10 دقايق وتقوم جايين. 10 دقايق ايه بس؟ من اولها كده موعدهم بايظه، ضامنهم يلا كويس؟ طبعا يا استاذ زولا برقبتي، دول ما يتامنوش على التوك توك، دول يتامنوا على مترو الانفاق. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هم دول بقى يا استاذ زولا اللي هيسوقوا التوك توك، وكل واحد فيهم هياخد الورديه. انا بقى محسوبك مند ابو النظر. ابو النظر؟ باين طبعا، اهلا وسهلا. اخوك الصغير مرجيحه، يعني 100.6 مرجيحه كل حته. ايه الدوخه دي؟ لا ما تقلقش منه يا استاذ دولا، العيال دي عفاريت على الطريق. بص يا استاذ دولا، كل اللي عليك تجيب لنا الام بي 3 على سماعتين الشي ام، واحنا مش هنقول احنا مين عشان احنا معروفين. استاذ دولا يا سلام بقى لما يشغلوا الليسي ولا محمد رجب ولا مولد الجديد وهم بيسوقوا، اوعى ياكلوا السوق كله. يا
يلا ربنا يكرم. بس ماندو ايه ظروف النظر يعني؟ ستة على ملوش. لا كده انا مش قلقان من ماندو مدام ستة على ملوش، انا قلقان بس من المرجحة ده، ممكن يعني يمرجح التوك توك خليه يرجع يعني. لا استاذ زولا انا مرجحة بس ما بحبش المراجيح. بصوا بقى عفاريت الاسفلت، اي واحد هيجي ياخد الوردية ويجي يكلمني انا ماليش دعوة، دي تحلوها مع بعض. اهم حاجة فلوس الوردية تدفعوا 40 جنيه للاستاذ دولة في ايده ماشي، وكل واحد بقى ما يجي يمول التوك توك يدفع 5 جنيه فيه. تمام يا ديليز. اصلي خلاص اتفقنا، يبقى الكلام اللي قاله كله ميزو ده مظبوط ويتنفذ بالحرف الواحد، ولا انت ايه رايك يا لهيمة؟ لا انا شايف ان الكلام اللي قاله ميزو ده كله مظبوط ويتنفذ بالحرف الواحد. يبقى كده اتكلنا على الله. ايا توك توك ترات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 ا
ربي الحمد لله. من عين مجيدة ومن عين نجلاء ومن عين رانيا ومن عين سناء، ألف ألف مبروك. ربنا يحميك يا عادل يا ابني، ما بتحرمنيش من حاجة أبدا من ساعة ما بقيت أمه. ربنا يخليك لي يا ماما. بعدين لعلمك التوكتوك اللي أنا جايبه ده مش أي توكتوك، ده توكتوك صيني. يعني يا عادل بعد كده لما نعوز ننادي عليك نقول لك على جنب يا اسطى، يا اسطى على جنب. لطيفة لطيفة. على فكرة أنا بعد كده عمري في حياتي ما هنزل أي مشوار من مشاويري غير وأنا راكبة توكتوك جوزي حبيبي. وأنا أمه هركب التوكتوك انا كمان ووديني جميع المشاوير. صح. وانا عن نفسي بقى خليه يوديني ويجيبني الجامعه وتبقى موضه كده وخلي كل البنات يقلدوني. لا طبعا، لان ساعتها بابا مش هيبقى فاضي وهيبقى بيوديني المدرسه ويرجعني بالتوكتوك بتاعه. انا شخصيا مش هركب الكوتكوت اللي انت جايبه ده خالص، لانه بلديون بلديون الغبره. وبعدين انا بشوف الناس كلها راكباه بتبقى عامله زي ما تكون مفعصين كلهم تفعيصه الكلاب. وانا ايه اللي يخليني اركبك اساسا التوكتوك يا حماتي؟ لا انت ولا هما. اولا التوكتوك ده ما حدش يركبه الا ما يدفع فلوسه. بمناسبه الاقساط اللي على التوكتوك يا عادل، بكتب عليه كده من ورا: الحلو من دمياط الحلو عليها اقساط. الحلو من دمياط الحلو عليها اقساط. اقولك هو ممكن يكتب ادفع من غير كلام عشان ده مال ايتام. او ممكن اكتب عليه ايه بقى: خد على عينك وانسى اللي بيني وبينك والبحر مليان لو انت عطشان. بيبي انا عايزه اعرف انت مين اللي خلاك اصلا تفكر فكره التوك توك دي؟ انا اللي فكرت طبعا، لعلمكم انا ما سيبش خرم يجي منه فلوس الا لما نخور فيه. يا سلام. عادل ابني ذكي بيعرف يجيب الفلوس من بق الكلب. بق الكلب ايه يا ماما؟ اسمه بق السبع. ولعلمكم بقى التوك توك بتاعي ده مش هتلاقوا زيه في جمهوريه مصر العربيه كلها، لان انا بقى مركب فيه ساوند سيستم وام بي 3 وام بي 4 وايه مزيكا واضاءه وليله. طب وانت اصلا حاطط التوك توك ده فين؟ التوك توك دلوقتي نايم في الجراج. بليز بليز يا بيبي بجد انا هموت واتصور معاه. بليز تعالى بقى. بص انا عايزه اتصور معاه قبل ما يتدحضر وينزل الشارع ويشتغل ويتمرمط ويتكسر ويجاب اجله يعني اصلا بقى. ايوه كلنا عايزين نتفرج بقى. اوكي خلاص انا هاخدكم تتفرجوا على التوك توك وممكن يعني تلمسوه كده هو بس على شرط. ايه؟ ان اول ما تشوفوه تصلوا كده على النبي ويا ناس يا شر كفايه قر. يلا بينا. يلا. ايه رايكم بقى في التوك توك بتاعي؟ حلو قوي يا بيبي، ده احلى توك توك شفته عينيا في الدنيا دي كلها. بس يعني هو لو عينه تبقى بس صغيرين وضيقين شويه. اشمعنى يعني تبقى عينه صغيره؟ الله مش صيني، لازم تبقى عينيه ضيقين وصغيرين زي الصينيين. عين الحسود فيها عود. ابعدي يا عين عن توك توك ابن عادل، اللهم اجعل طريقه خير وابعد عنه زباين الخمسين قرش والخمسة وسبعين قرش وكتر الزباين ومفلوس كتير وريحتهم حلوه. مامي اوعي يا مامي. ياسمين والنبي ده علي صوريني كده وانا جوه التوك توك. ايوه كاني بسوق. وانا يا بنت الايه، اف عليكي على الملح. يس عادل، عشان خاطري ركبنا التوك توك ده ولففنا لفه كده في السوق قبل ما ينزل ويتبهدل. او النبي عادل. ايوه عادل انتوا جننتوا؟ عايزين اول مشوار يطلعوا التوك توك يبقى ببلاش؟ نو حبيبي، انا هديلك الفلوسات كتير قوي عشان انا ما باخدش عرق حد. ماشي دلوقتي بقى عاجبك يعني التوك توك؟ مش كنت بتقولي ان انت بتضحكي على الناس وهم قاعدين جوه التوك توك وشكلهم بيبقى بيضحك قوي؟ نو يا عادل، ما كانش قصدي عداء، انا كان قصدي التوك توك ابو حصان. حور بقى في الكلام يا حماتي،
هو في توك توك بحصان؟ لا انا قصدي اللي هو اللي بيسموه هنا الحطور. حطور حطور الحنطور. بيبي ممكن من فضلك تاخدني التوك توك ده زياره لجامعه الدول العربيه عشان اشرب فخفخينه من عند بتاع الفخفخينه عشان انا بحب فخفخينه. وانا يلا الرحله بقى. بالراحه وكله بيمشي بالراحه. بيبي من فضلك احنا لازم الصالون بتاعه يبقى اكس لارج عشان يكفي العائله الكريمه لما تحب تطلع الرحلات. ايوه رحلات ايه وبتاع ايه؟ انتوا كنتوا هتموتوه خالص، حرام عليكم. بتعملوا فيها كده ليه؟ بتعملوا فيها كده ليه؟ اوعي اوعي محدش يلمس، محدش يلمس، اوعي اوعي محدش. اطلعوا من الجراج، اطلعوا من الجراج. ادي اليوميه مش ناقصه من ليم يا استاذ عادل. ماشي يا سيدي، ربنا يرزقك ويرزقنا كده ان شاء الله. بقول لك ايه، عايزك تحافظ على التوك توك يا مرجحه وتحطه جوه عينيك. ده انا بهتم بيه اكتر من نفسي يا استاذ عادل. التوك توك ده مستقبلي، ده بقاله يجي 15 يوم ماشي على الطريق زي القرد. اهم حاجه بقى الساوند سيستم اللي ركبته لك اخباره ايه؟ اول ما شغل اغنيه الدنيا زي المرجحه يوم تحت وفوق تلاقي الزبون بيتشقلب في قلب التوك توك. الله الله الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اوه جاي في ميعادي مظبوط، فولت لي التانك يا رايق. عيب عليك تسال مرجيحه سؤال زي ده. ماشي يا مرجيحه، اديله المفتاح واتكل انت على الله. ماشي يا ريس، امسك يا سيدي المفتاح. سلام عليكم. مع السلامه. بقول لك ايه، اول ما تشوف كمين فيش انا هو يا عم. تشوف كمين ايه؟ اول ما كمين يشوفك ازرو انت منه في اي شارع جانبي. ها عينيا يا استاذ عادل. سلام عليكم يا رايقين. والسلام. انا مش قلقني غير عيني دي. شايف الفلوس بتجري في ايدك ازاي يا استاذ دولا؟ والله وهتلعب. مش ناقص عينيك انت كمان. بقول لك ايه اهمد. حاضر. بقول لك ايه يا استاذ دولا، جمد قلبك كده واضرب الضربه الثانيه. ايه الضربه الثانيه دي؟ خاوي وش السعد، هات له توك توك ولا اتنين ياخد بحسه كده في الموقف. والله فكره يالا، ممكن اجيب توك توك تاني فعلا. بس تفتكر مين ممكن يضمني؟ هو في غيره؟ دراعك اليمين. يالا هيما. يا استاذ دولا، انا ان شاء الله ناوي اخاوي وش السعد التوك توك الاولاني وهجيب له توك توك تاني، تضمني يالا؟ برقبتي يا استاذ دولا، 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 برقبتي يا استاذ دولا. اغمى عليه المره اللي فاتت. امبراطور التكاتك اللي مسيطنا في الموقف كله بيفكر في ايه؟ السواقين بتاع التكاتك يلا ابتدوا يلوعوا معايا، اللي يقول لك انا عايز اقلل اليوميه، واللي يقول لك التكاتك كترت في الموقف، والمصيبه بقى ان سمعت كمان انهم عايزين يرخصوا التكاتك. بصراحه يا باشا موضوع الترخيص ده انا معاهم فيه يا استاذ عادل، على الاقل يا باشا اليوميه هتزيد وهتضمن ان التوك توك بتاعك ما حدش يسرقه. ايوه انا عندي 3 تكاتك غلبانين، الكلام ده لو عندي 10 ولا 15 توك توك، ساعتها كل اسبوع لما ارخص لي توك توك ما احسش بنقص في اليوميه. صح يا باشا، ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا يا امبراطور التكاتك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. يالا مالك وشك مكشر كده ليه؟ في مصيبه ولا ايه؟ اقعد. وش السعد ولع يا امبراطور، موتوره ولع. ولع ازاي؟ وانت كنت فين؟ ما اتصلتش بالمطافي؟ معيش رصيد في الموبايل يا امبراطور. يا ابن المطافي ببلاش يا ابني، مش محتاج رصيد. هو فين دلوقتي؟ عند الاستاذ سامولا الميكانيكي في الكراج. طب يلا بينا نلحقه بسرعه. يلا بينا. ربنا يطمنك على التوك توك بتاعك يا استاذ عادل ويجيب العواقب سليمه. يا توك توك. طقم الصباب محروق، مفيش امل، البقيه في حياتك كلنا لها. بقيه في حياتي؟ يعني ايه؟ يعني وش السعد مات؟ لا شوف لحل والنبي يا دكتور يا اسطى، شوف اي حل يا اسطى. يعني ده اعز توك توك عندي في بقيه التكاتك كلها، حضرتك شوف لي اي حل. والتوك توك ده بقاله قد ايه شغال على الخط؟ بقاله 3 اشهر بس. يا ده توك توك شجاع، رجوله. ده قدحها توك توك بيشتغل شهرين على الخط ويتحرق مطوره. شجاع ايه وراجل ايه ورجولة ايه؟ ده طلع عيل، طلع عيل كمان. طب شوف لي اي حل، لصمه ان شاء الله حتى بس ايه يشتغل يجيب اقساطه وخلاص. هو اللي بيموت بيرجع تاني يا سي الاستاذ. لا ما بيرجعش. طب والحل؟ نغير المطور. والمطور ده يعمل له كام فلوس يعني؟ انا هعمل معاك الصح، انا عندي واحد مستعمل هدولك بالبستم بتاعه يعمل له 2000 جنيه بتركيبه. ايه 2000 جنيه؟ منك لله يا مرجيحه، ضيعتلي وش السعد. وانا مالي يا اسطى، ده توك توك فيستك هو اللي مش بتاع شغل. قلتوا ايه؟ هنغير الموتور ولا لا؟
عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. معلش الصدمة كانت شديدة عليه. متزعلش نفسك يا حبيبي عشان خاطري كله ما يسويش حاجه صحتك بالدنيا، وبعدين ده هو توك توك وراح فداك، وهو عندنا التوكتوكين التانيين نجوزهم لبعض والبركه فيهم بقى. بالظبط بقى يا عادل. مدام وش السعد وعيب انا كمان هقع. لا لا الف بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله التكاتك اللي في العالم كله الا انت يا روحي. يا شماتت سواقين التكاتك كلهم فيا، خلاص انا كده اللقب بتاع امبراطور التكاتك هيتسحب مني. انا من الاول مش عاجبني انك تدخل نفسك في شغلانه انت مش فاهم فيها، مالك انت ومال تجاره التكاتك؟ سناء ابعدي عن السعاده خالص يا سناء، لما خلي اي صبي من صبيان يدوسك بالتوك توك والحادثه تتأيد ضد مجهول. بقى يا عادل بقى، انا زعلانه انا خالص علشانك بجد، يعني انا عايزه اعرف دلوقتي انت مش ناوي انك تتصلح بتاعت وش السعد دي؟ لا خلاص انا هبيعه زي ما هو خربان كده هو، وبعدين يعني البركه في اخواته بقى ايه، كيدهم وفارسهم الاثنين يسددوا قصات اخوهم وش السعد الله يرحمه. شوف اخلاقهم هيقفوا جنب اخوهم ونعم اخلاق التكاتك. طب ليه ما تكونش العامله دي بفعل فعل؟ قولي يا ابي، هو انت ليك اعداء على الخط بتاعك؟ بنت انت بقولك ايه، انا مش ناقصي هتعمليني فيها المفتش كرومبو. ماشي ماشي، انا الحق عليا ان انا كنت عايزه اساعدك. يا جماعه معلش انا عايز ابلغكم خبر يعني مش هيبسطكم، بس انا مضطر اقلل المصروف بتاع البيت عشان اقدر اسدد الاقساط بتاعت وش السعد الله يرحمه. لا 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 لا، ولا وش السعد ولا وش الخير ولا وش الشر. بقول لك ايه يا بيبي، ملهوش دعوه الموضوع ده خالص بمصروف البيت، ما تجيش جنبه، لانك اصلا ما كنت بتكسب على قلبك قد كده ما زودتش مصروف البيت من وش السعد. صح كل الكلام ده صح بقى. اهو اروكو ده هو اللي جاب لي مارشيدين ورا انا وتكاتكي. تكاتكي جبت الكلمة دي من أنه قاموس. أنا عن نفسي بقى يا بابا هساعدك في محنتك وانزل مصروفي للنص. يا ربنا خليك ليا يا ياسمين يا حبيبتي، بس بقى خلي كايدهم أو فارسهم يوصلني لغاية المدرسة. أشوف فيك يوم يا ياسمين. أستر يا رب، مين مش عايش يد من على الجرس ده؟ هيحرق الجرس. يا نهار أبيض. يا لميس وفي ايه؟ انا في ايه؟ مصيبه يا استاذ دوله مصيبه. مصيبه ايه؟ في حاجه حصلت في المطعم القدره، حصل لها حاجه؟ لا المطعم زي الفل. امال ايه اللي حصل يا ابني؟ شويه حراميه كبسوا على الجراج، راحوا مكتفين الحارس وسرقوا كيدهم وفارسهم. كيدهم وفارسهم كمان؟ كيدهم وفارسهم؟ لا ده كتير عليا قوي، كتير عليا قوي، انا ما اقدرش استحمل زياده عن كده، ما اقدرش. كم راجل اتورط ودخل في جوازات، بيعيش ويتمرمط مع واحده بالذات، ويا عيني على دوله اتدبس بدوله